نبداو عدد مساء اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه فاخر يحتج على الكاف لتاخر صرف مستحقات نزاعيه مع الرجاء. وراسل محمد فاخر مدرب فريق الرجاء الرياضي السابق عبر محاميه الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف، وذلك من اجل الحصول على منحه 520 مليون سنتيم اللي كتمثل مبلغ الحكم الصادر لصالحه في نزاعه مع الفريق الاخضر. وضحت مصادر متتبعه الملف فاخر ان الاخير راسل عبر محاميه الاتحاد الافريقي اكثر مما راسل الرجاء هذا الاخير للاستفسار على منحه توجب لقب كاس الاتحاد الافريقي، اذ مازال ما حصلش عليها. ويحصل محمد فاخر على المنحة كتقدر بحوالي 520 مليون سنتيم فيما يحصل فريق الرجاء الرياضي على المبلغ المتبقي، مع العلم ان منحة توجب لقب الكاف كتقدر بمليار سنتيم و250 مليون. وتمكن فريق الرجاء من انهاء نزاعه الاول مع فاخر بعد التتويج بلقب كاس الكاف، فيما لازال المدرب الرجاوي السابق متشبث بالحصول على مبلغ كيتقدر بحوالي 140 مليون سنتيم، وكتمثل حسب شيكايته مستحقاته اللي ما حصلش عليها بموسمه الاول مع فريق الرجاء، فيما مبلغ 520 مليون سنتيم كيمثل التعويض على فسخ العقد من جانب واحد. وكان فريق الرجاء اقل محمد فاخر من تدريب الفريق في عهد الرئيس الرجاوي السابق سعيد حسبان، وربح الاخير نزاعه مع المدرب المذكور في لجنتي النزاعات والاستئناف بالجامعه الملكيه، وخسر فريق الرجاء ملفه في محكمه التحكيم الرياضي الطاس في عهد اللجنه المؤقته اللي كان كيتراسها محمد اوزان. الرجاء الرياضي يتسبب في ازمه نفسيه لنجم اتحاد جده ويقربه من الرحيل. وذكرت صحيفه الشرق الاوسط السعوديه ان فهد المولد نجم اتحاد جده السعودي كيعاني من ضغوط نفسيه بسبب انتقادات الجماهيريه اللي كيتعرض لها مع كل اخفاق الاتحاد السعودي. اخيرا خسرت نهائي كاس محمد السادس انديه العربيه البطاله ضد فريق الرجاء الرياضي. وشارت الصحيفه لان اداره اتحاد جده خبرت فهد المولد بعدم الممانعه في رحيله بشرط التوصل بعرض رسمي كيوازي قيمته الفنيه كلاعب دولي كيمثل المنتخب السعودي منذ فتره طويله. واكدت الصحيفه السعوديه ان فهد المولد كيبحث على نادي جديد اللي ما يتعرضش فيه ضغوطات بحال اللي تعرض لها اتحاد جده بعد خساره الكاس العربيه ضد فريق الرجاء الرياضي. الرجاء يجهل تاريخ اجراء السوبر الافريقي ضد الاهلي المصري. واستغربوا مسؤولي فريق الرجاء الرياضي من الاخبار اللي كتروج حول طلب تاشيره السوبر الافريقي المقرر انه يجمع الفريق الاخضر وفريق الاهلي المصري. واكد مصدر مسؤول فريق الرجاء ان الاتحاد الافريقي مازال ما حددش موعد رسمي لاجراء السوبر الافريقي، وان تاريخ 24 شتنبير غير رسمي وما كاين حتى موعد محدد للمواجهه. وضاف المصدر نفسه ان فريق الرجاء راسل الاتحاد الافريقي لمعرفه موعد اجراء السوبر، غير انه توصل برد كياكد عدم تحديد تاريخ رسمي لاجراء المواجهه. ورجح المصدر المذكور باش يحدد الكاف تاريخ اجراء السوبر بعد فتح الفتره الثانيه لقيد اللاعبين في اللوائح الافريقيه باش يتمكن فريق الرجاء والاهلي من اضافه لاعبين جدد للائحه ويكونوا مؤهلين للمشاركه في السوبر الافريقي. الغريم التقليدي يراقب وضع بولهرود مع الرجاء. وكيراقب غريم تقليدي بشكل جيد ودقيق اللاعب بدر بولهرود لاعب خط وسط ميدان فريق الرجاء الرياضي اللي كينول الفريق الاخضر فكر ارتباطه به بالتراضي خلال ميركاتو الصيفي الجاري. وحسب مصادر جد موثوقه فوليد الركراكي مدرب الفريق الاحمر تحدث مع بدر بولهرود وخبره برغبته في ضمه لصفوف الفريق الاحمر خلال ميركاتو الصيفي الجاري في حال ما نجح فكر ارتباطه بفريق الرجاء خلال الساعات القليله المقبله. وكيشوف وليد الركراكي في بدر بولهرود المرافق المثالي ليحيى جبران في خط وسط ميدان الفريق الاحمر، خاصه ان اللاعبين عندهم الصفه الدوليه ومؤهلاتهم جد محترمه. خمس لاعبين بارزين يغادرون الرجاء دفعه واحده. وغادر فريق الرجاء الرياضي اربعه لاعبين بارزين في ميركاتو الصيفي الجاري بعد ما قرر سعد الشابي مدرب الفريق تخلى على خدماتهم لعدم رغبته في الاعتماد عليهم في الموسم الرياضي المقبل. وقرر المكتب المسير باتفاق مع الطاقم التقني للفريق تخلى على خدمات كل مبادر بالورود عمر بوطيب ايوب نانح عبد الجليل جبيره وسميله وطاره. ويفسخ فريق الرجاء الرياضي عقود اللاعبين الاربعه بالتراضي بينما قرر اعاره سميله وطاره لاحد انديه البطوله الوطنيه او الاستفاده من انتقاله بصفه نهائيه. وفضلوا اللاعبين الاربعه فسخ عقودهم لانتقال لانديه اخرى بدل الدخول في صفقات مقايضه مع لاعبين اخرين. الغريم التقليدي يحسم ثالث صفقاته الرسميه ويخطف لاعبا من الرجاء. وتوصل الغريم التقليدي لاتفاق رسمي مع اولمبيك اسفي كيقدم انتقال نجمه صلاح الدين بنيشو للقلعه الحمراء خلال ميركاتو الصيفي الجاري. وحسب مصدر خاص فاداره الفريق الاحمر برئاسه سعيد الناصري نجحت في اقناع بنيشو للتوقيع في صفوف الفريق بعد ما كان قريب من غريمه التقليدي الرجاء الرياضي. وكان صلاح الدين بنيشو رفض في وقت سابق جميع العروض اللي تقدم بها فريق الرجاء الرياضي لاداره الفريق المسفيوي من اجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري. يذكر ان صلاح الدين بنيشو كيبلغ من العمر 21 سنه وحتى المركز الخامس في ترتيب هدافي البطوله الوطنيه خلال النسخه الاخيره. نمر معكم لفقره ميركاتو ونشوف شنو تقال على الميركاتو الرجاوي في مختلف المنابر الاعلاميه. الشابي يحسم قرار تعاقد الرجاء مع عبد المهني لاعب نيوكاسل الانجليزي.
وحسام سعد الشابي مدرب فريق الرجاء الرياضي قرروا النهائي بخصوص ياسين بلماني اللاعب السابق لعدد من الانديه الانجليزيه بعد اخطاء التجربه يومي الاربعاء والخميس. واخبر الشابي مسؤولي فريق الرجاء الرياضي بعدم اقتناعه بمؤهلات بلماني اذ منتظر باش يغادر اللاعب القلعه الخضراء بحثا على تجربه اخرى. والتحق بلماني بتدريب فريق الرجاء اول امس الاربعاء وجرى حصه تدريبيه امس الخميس. وحسام مدرب تونسي قرروا النهائي بخصوص مستقبل اللاعب مع الفريق الاخضر. الفتح الرباطي يعيد الزرهوني بالانتقال للرجاء. وعد مسؤولي فريق الفتح الرباطي نوفل الزرهوني لاعب الفريق بالسماح له بانتقال فريق الرجاء الرياضي في الموسم الرياضي المقبل. وخبروا مسؤولي الفتح الرباطي الزرهوني في اجتماع عقدوا معه انهم ما غيضغطوش عليه لتجديد عقده مع الفريق او الاستمرار معه لنهايه عقده وغيسمحوا له بانتقال الفريق الاخضر بنهايه الموسم الرياضي المقبل. وقدموا مسؤولي الفتح الرباطي وعدهم الزرهوني تشجيعه على البقاء مع الفريق لنهايه الموسم. هذا حاول فريق الرجاء التعاقد مع الزرهوني في الميركاتو الحالي وتوصل اتفاق مع حمزه الحجوي الرئيس السابق، غير ان بعد اقالته وتعيين نوال خليفه وقفت الصفقه وقنعت اللاعب بالاستمرار مع الفتح الموسم المقبل. وقدم الرجاء 300 مليون سنتيم بعد ما كان غيحسم الصفقه ب 250 مليون سنتيم فقط، الا ان نوال خليفه رفض التفاوض حول اللاعب وتشبتات باستمراره مع الفتح الرباطي لنهايه الموسم المقبل. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.